ينضم إلينا من دبي محلل أسواق مالية في إكويتي جروب رائد الخضر للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وسوق العملات. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رائد. بداية يعني هذه التحركات التي شهدناها من مؤشر الدولار، هل فعلا دخل في عمليات جني أرباح بعد الوصول إلى أعلى المستويات؟ وماذا عن عوائد السندات الأمريكية، كيف تصف أداؤها؟ يعني اعتقد بشكل واضح انه نحن الدولار الامريكي العمليات التوقف عن الارتفاع عم بتكون مؤقته وقصيره جدا، شاهدناها على سبيل المثال في مطلع تعاملات الاسبوع لما صحح تقريبا ب 1% ومن ثم عاد مجددا للارتفاع مره اخرى. العمليه بين كر وفر بالنسبه لاداء الدولار الامريكي كلما اقتربنا اكثر من موعد رفع اسعار الفائده، وعمليه تقلص الفجوه ما بين البنوك المركزيه، كل البنوك حاليا تتجه الى تشديد السياسه النقديه، وبالتالي ذلك يضع ضغط نوعا ما على الدولار الامريكي امام نظرائه. ولكن ما ننسى ايضا عمليه مثل ما تفضلت، هي عمليات جني ارباح، لانه الدولار الامريكي تمكن من تحقيق ارتفاعات هائله جدا امام العديد من الاصول والعملات، ويلعب دورا هاما كملاذ امنا في الوقت الراهن، خصوصا انه يعني عمليه تشديد السياسه النقديه عاجلا ام اجلا بهذه الوتيره السريعه سوف تضغط على القطاع الأسهم أو على خلينا نقول على كل القطاعات وعلى أداء الأعمال التجارية، وبالتالي ممكن الأسهم تتراجع. وهون عم نجد جاذبية لكل من السندات الأمريكية القصيرة الأجل والدولار الأمريكي كعملة كاش. نعم، يعني أستاذ رائد تحدثنا عن تقليص الفوارق بين البنوك المركزية، هل يعني التوقعات فيما يتعلق بأسعار الفائدة ل 100 نقطة أساس في الولايات المتحدة وأيضا في المركز الأوروبي 75 نقطة أساس متوقعة، إذا هذه الفوارق حتى بالتوقعات هل تؤثر على سوق العملات بالمجمل؟ بلا شك نحن عم نعيش هذا التأثير حاليا، وحتى يعني أصداء حرب العملات تتردد كثيرا ما بين المحللين وما بين دور التحليل والبنوك. الحديث واضح جدا، يوجد هناك عملية يعني قوة مفرطة للدولار الأمريكي، لأنه أنا كمستثمر أبحث دائما عن يعني مكان لأركن به الأموال الاستثمار بحيث ما يكون في عندي يعني قلق أو خوف عليها. الآن طالما نحن مقبلين على فترة من تشديد السياسة النقدية حول العالم، يعني عم نتحدث على المنطقة الأوروبية، على المنطقة البريطانية مضطرين لذلك، الولايات المتحدة الأمريكية كذلك الأمر، كل البنوك العالمية بدأت تتجه نحو تشديد السياسة النقدية. بالنسبة للمستثمر الآن يبدأ تفضيلاته من يولد له عوائد أكثر أمانا وأعلى من خلال سندات هذه الدول. بالتالي حتى الآن سندات الأمريكية تمتاز بالمقارنة مع سندات أوروبية أو الألمانية على وجه التحديد. بالتالي يعني كحرب عملات أعتقد أنه واضح جدا أنه راح يكون في استغلال كبير لتلك العملات التي بنوكها المركزية لا يزال يعني متبع لسياسة تحفيزية، وأما البنوك المركزية التي تخشى من تضخم أعلى وخروجها عن السيطرة وبدأت بتشديد السياسة النقدية فمرشحة أنه ترتفع عملاتها بشكل كبير. ولكن إذا بدي أرتبهم فهو الدولار الأمريكي أولا، الجنيه الاسترليني ممكن أن يحافظ أكثر من اليورو بحد ذاته. نعم. الذي سوف يعمق هبوطه تحت مستويات الباريتي أو التعادل. نعم، يعني تحديدا في هذه النقطة هل تتوقع استمرار تراجعات اليورو، حتى يعني في بعض الدعوات إن كانت من أعضاء المركزي الأوروبي وتحديدا المحافظ المركزي الفرنسي دعا إلى التجديد النقدي وزيادة أسعار الفائدة، هل تتوقع استمرار تراجعات اليورو خلال الفترة المقبلة ودون نقطة التعادل مع الدولار؟ الحديث كان واضح من المركز الأوروبي أنه سوف يكون هناك بحث لإمكانية رفع سعر الفائدة في كل اجتماع قادم، ولكن في كل اجتماع بحالة منفصلة بحد ذاته بالنظر إلى البيانات الاقتصادية. عملية تشديد السياسة النقدية في المنطقة الأوروبية هي بفعل التضخم المرتفع. اليورو لماذا سينخفض أكثر؟ لأنه في عندي يعني أنا بنهاية الأمر تفضيلات العملات تختلف عن السياسة النقدية. بالنسبة لي كمستثمر أبيع اليورو أشتري الدولار الأمريكي، لأن السندات الأمريكية عم تولد لي عوائد أعلى من تلك اللي في ألمانيا أو دول أخرى داخل المنطقة الأوروبية. كمان في عندي أمان في نفس الوقت، ثانيا عندي عملية تشديد وأسعار فائدة أعلى بكثير مقارنة مع الأوروبية، حتى البريطاني أعلى من الأسعار. نعم. الفائدة الأوروبية، وكذلك الأمر في عندي مشكلة ديون فلا يستطيعون الإفراط
بعملية رفع أو تشديد السياسة النقدية أو رفع أسعار الفائدة. نعم رائد، بالمقابل يعني لاحظنا لا يوجد قرارات من المركز الياباني تحديدا، والين الياباني واصل حالة من التراجعات بالرغم صدرت بالأمس بعض يعني التسريبات إن صح القول حول قرار مرتقب من المركز الياباني فيما يتعلق بأسعار الفائدة، هل فعلا سيقلص الفجوة في حالة التراجعات؟ المبالغة في فعل الأمر ممكن أن يكون لها آثار سلبية، لنا في ذلك حالات سابقة ورأينا البنك المركزي الياباني يخفف فقط بالكلام وبالنبرة من وتيرة شراء السندات في الداخل أو السندات اليابانية، هذا من شأنه أن يعتبر سياسة تشددية أو تشديد في سياسته النقدية المحفزة بشكل كبير جدا دون أن يمس بعملية أسعار الفائدة، وإنما الحديث فقط عن عملية تخفيف شراء السندات اليابانية وتخفيف برنامج الراحل شينزو آبي وكورودا البنك المركزي الياباني مستمر حتى الآن بعملية شراء السندات، الحديث فقط عن عملية تخفيف أو شراء عكسي في الأسواق ممكن أن يؤثر بشكل كبير في عملية إيقاف التراجع الحاد للين الياباني أمام الدولار الأمريكي، واللي إذا استمرت الشروط على ما هي عليه حاليا ممكن أن يتجاوز بسهولة مستويات 150 قبل نهاية التعاملات هذا العام. نعم، محلل أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ رائد خضر كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.